الخلافة كانت شيء قوة بيد التركيا، ولكن من كانوا يديروا تركيا تخلوا عن هذا القوة، يعني هذا شيء غير عقلاني. كان شيء غير شيء، لأن هذه قوة دولية، قوة في علاقات الدولية، لو تحمل هذه القوة لا تتخلى عنها، يعني بالنسبة للعقلانية. ولكن تخلوا عنها، هذا كان حصل الضغط على تركيا، لأن الهدف من الحرب الأولى كان إلغاء الخلافة. كان يستهدف إنهاء الخلافة، إنهاء الأمة الواحدة. سبب أو أحد أسباب نجاح حزب العدالة والتنمية بتركيا هن اقترابه من الشعب. يعني بصراحة أنت بتعرف ونحن بنعرف، كلنا بنعرف أنه الحكومات العربية دائما كانت بعيدة عن الشعب، فاقتراب حكومة حزب العدالة والتنمية من الشعب هذا يعني يعتبر من أحد أكبر وأهم أسباب نجاح هذا الحزب في قيادة هذا الشعب. الذين أوقفوا الثورة في سوريا بدأوا الثورات المضادة في مصر وفي ليبيا وفي اليمن، والآن هذه المداخلة ماذا من نفس العوامل، الذين لو كانوا يريدوا حل في سوريا والله كانوا يحلوها في يوم واحد. دكتور ياسين تحدث بموضوع كتير مهم، هو آلية معالجة الاختلاف العرقي في تركيا من الأكراد. كيف قدر الحزب العدالة والتنمية أو الحكومة التركية أن تسيطر على هذا الاختلاف بين الأكراد والأتراك حتى صار في انصهار أو توحد أنه تركيا هي مظلة للأكراد والأتراك والعرب والأرمن وما إلى هنالك؟ فباعتقادي كانت هي أهم نقطة، أنه نقدر نستفيد نحن ببلادنا العربية التعايش مع المجتمع الآخر. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تم توقيع معاهدة لوزان في 24 يوليو تموز 1923 بين تركيا ودول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.